بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل هنا على المفهوم الأخير وهو مفهوم الـ encapsulation، مفهوم الـ encapsulation. مفهوم الـ encapsulation نستطيع أن نعطيه، نقول والله أنه مثلا الكبسولة، يعني حاجة زي كذا الكبسولة، أو نستطيع أن نقول مثلا التغليف، يعني في عدة ترجمات مقبولة له. والمقصود بالإنكابسوليشن هنا طبعا احنا شفنا الابستراكشن والإنفورميشن هايدنج، وبقي لنا الإنكابسوليشن. احنا شفنا الإنكابسوليشن بشكل عملي، لكن الآن خلونا نعطيه تعريف حتى نوضحه بشكل أفضل، ونقول أنه هو البنية اللغوية اللي تسمح لنا بأننا نجمع كل خصائص الأوبجكت في مكان واحد وبشكل مرتب. زي وش معنى لما نقول البنية اللغوية؟ لما نقول البنية اللغوية، خلوا أكتب التعريف هذا يمكن بشكل سريع. البنية اللغوية التي تسمح لنا بجمع خصائص الأوبجكت، راح أكتبها بالإنجليزي، خصائص الأوبجكت في مكان واحد بشكل مرتب. زين، وش نقصد لما نقول البنية اللغوية هنا؟ البنية اللغوية زي ما نقول في if statement هي بنية لغوية، زي ما نقول while statement، يعني زي ما نقول expression، كل الأشياء هذه بنية لغوية. بالنسبة للجافة عندنا البنية اللغوية اللي تسمحنا أن نسوي encapsulation هي الكلاس. زين، إذن الكلاس، وجود الكلاس في الجافة يسمح لنا أننا نجمع الاتريبيوتس والميثودز الخاصة بالكلاس في مكان واحد، الخاصة بالobjects مثلا employee نحطها في كلاس في مكان واحد، نظمنا وترتبنا شيء هذا. طبعا يمكن أنت يعني تكون هالشيء هذا واضح لك بشكل جيد، لكن فعليا المفاهيم هذه كان قديما مثلا قبل ظهور لغة الجافة والسي بلس بلس، كان في لغة السي، وفي لغة السي من الصعب أنك تسوي encapsulation. طبعا يصعب عليك، يصعب علينا اشرح لك لغة السي، لكن في لغة السي من الصعب أنك تسوي encapsulation. فجت السي بلس بلس والجافة وقدمت لنا مفهوم الكلاس، زين، بنية لغوية، قواعد فيها، لها جرامر ولها كل شيء تكتبها، بحيث أنها تسمح لك أنك تجمع البيانات والميثودز، الداتا والميثودز حقات الأوبجكت في مكان واحد بشكل مرتب. شفنا حنا الكلاس، خلوا نشوف الكلاس هنا بشكل سريع. شفنا كيف الكلاس تجمع لنا الشيء هذا، هنا الكلاس employee جمعت لنا الداتا ممبرز أو الاتريبيوتس، وجمعت لنا الميثود ممبرز حقات الكلاس، زين، والأوبجكت. إذن هذا هو تقريبا مفهوم الـ encapsulation. طبعا الآن لما نضع الكلاس بشكل هذا، لما نكتب الكلاس بشكل هذا، فإنه البابليك ممبرز في الكلاس وهم غالبا يكونون ميثودز في معظم الأحيان. طبعا خلونا نسكر الكود هذا بس لأنه خلاص انتهينا من فكرة خالد القديمة، يعني ما عاد نحتاجها. زين، خلونا نسكره. فالبابليك ممبرز في الكلاس وهم غالبا الميثودز، طبعا سيترز وجيترز وميثود إضافية راح نشوف إن شاء الله في محاضرات قادمة، نسميهم هذولا الانترفيس حقت الكلاس. خلوني أكتب الكلمة هذه، سميها interface معناها الواجهة. إذن بكل بساطة لو واحد تكلم لك عن قال لك والله أنا عندي هذه الانترفيس حقت الكلاس حقتي أو حقت الأوبجكت حقي اللي عندي، الأوبجكت اللي أنا سويته employee أو student أو غير كذا، أو كار أو أي شيء،
يقول لك والله this is the interface مثلا، هذه الانترفيس يعني، بكل بساطة هي مقصود فيها الـ public members، زين، الأعضاء الـ members، مضبوط، اللي هم public، زين، بمعنى أن هي الواجهة، لأنك أنت الآن افرض أنك أنت اللي تكتب الكلاس هذه عشان تستخدم الـ employee، فإنك تحتاج أنك ما تستطيع ما تشوف هنا. لو لما نقول هنا، لاحظ لما أقول هنا e dot، في في الإكليبس لما أقول e dot يعطيني auto complete، ما يعطيني إلا الـ public members حقين الكلاس هذه. لاحظ get first name, get id, get last name, get salary، وكذلك set setters هنا set salary, set last name, set id. اذا هذه هي الانترفيس حقت الكلاس. طبعا في ميثودز اضافيه، هذه فيما بعد ان شاء الله راح نعرف، هذه تقدمها الجافا لنا لاي اوبجكت. اي اوبجكت موجود ضمن الانترفيس حق الاوبجكت موجود الميثودز هذه notify, notify all. المهم، فهذه هي نسميها الانترفيس او الواجهه حقت الاوبجكت او 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 الكلاس اللي عندنا. طبعا يعني لاحظ انت عندك هنا مثلا اوبجكت من نوع سكانر اس، زين. طبعا انت يمكن مي واضح لك لانك الامبلوي شايف الاوبجكت انترنالي، عارف كيف الكلاس مكتوبه وشفت الكود حق الكلاس كذا، لكن سكانر ما تدري انت وش الكود حق الكلاس، زين، ما تعرف كيف السكانر مكتوبه فعليا. سكانر مكتوبه مقبل الشركه اللي سوت الجافا، انت ما تعرف كيف مكتوبه، بس انك تعرف الانترفيس حقت سكانر. فمجرد انك تقول هنا اس دوت تجيك الانترفيس حقت سكانر، زين، وتلاحظ انها كلها ميثودز زي ما تلاحظ في has next has ما ادري ايش، في الميثودز البسيطه اللي احنا شفناها، يعني انترفيس كبيره طبعا ضخمه حقت سكانر، في اشياء كثيره، في من ضمنها next، في من ضمنها next boolean، next byte، next double اللي احنا استخدمناها، وهنا شرح للميثود هذه وش تسوي لنا وش نستفيد منها. اذا هذا هو المقصود بالانترفيس حقت الاوبجكت. طبعا الغرض انا من الدرس هذا البسيط انك بس حتى تعرف لما تقرا في الانترنت، لما تقرا عن الاوبجكت اورينتد، لما تقرا شيء زي كذا تفهم المفاهيم هذه. مفاهيم سهله بس ممكن تعقدك شوي، تقول وش تتكلم عنه وما تفهم وش هي، وهي بالنهايه سهله وانت فاهمها بس ما انت بعرف الاسماء بس. فاذا هذه هي الانترفيس حقت لما نتكلم انترفيس حقت الكلاس او انترفيس حقت هي الببليك ممبرز، وهم عاده الميثودز الموجودين في الكلاس. ولاحظ انه ما هو بس السيترز والجيترز، في الحقيقه السكانر هنا في كثير ميثودز ما هي سيترز ولا جيترز، نيكست بايت، نيكست بولين، كل هذه ما هي سيترز ولا جيترز، زين. وراح نشوف ان شاء الله احنا كيف نضيف للامبلوي ميثودز اضافيه ما هي سيترز ولا جيترز، لكن نحتاجها حتى نسوي اشياء معينه. اذا هذه الانترفيس طبعا عاده يكون عندك الكلاسز كلها مجموعه مع بعضها في لايبراري، زين، فنسميها لايبراري، library اللي هي مكتبة يعني. عادة المكتبة عبارة عن مجموعة من الكلاسات، مجموعة كبيرة من الكلاسات مجموعة مع بعضها عشان تستخدمها أنت. واللايبراري هذه يكون لها API أو Application Programming Interface، Application Programming interface، زين. وش المقصود فيها في الجافا بالذات؟ في الجافا طبعا لها معاني ثانيه في لغات ثانيه، لكن في الجافا بالذات المقصود هي ان عندك لايبراري، عندك مكتبه فيها مثلا 200 كلاس، زين، كل كلاس عندها انترفيس. لو جمعنا كل الانترفيسز هذه مع بعض نحصل الاي بي اي حقت اللايبراري هذه. وكمثال على شيء هذا، لو تشوف لو تروح عندك في البروجكت مثلا اللي عندنا هذا فهد، وتشوف هنا الران تايم لايبراري هذه حقت الجافا، زين، تفتح واحد منها هنا، واحده من هذه الران تايم لايبراري مثلا، طبعا فيها مجموعه من الباكجز، وكل باكج فيها مجموعه من ال شو اسمه من الكلاسز، طبعا عدد ضخم جدا. لو شفنا مثلا جافا دوت يوتيل هنا هي اللي فيها سكانر، زين، تلاحظ انه هذه الكلاسز من ضمنها الكلاس سكانر. اذا لما تبحث عن الاي بي اي حقت الجافا هو معناه ان تبحث عن معنى كيف تستخدم الكلاسز هذه وكيف تستفيد منها، وش الميثودز اللي تعطيك اياها الكلاس هذه حتى تستخدمها، مثل مثلا ستوت نيكست. اذا هذا هو المقصود بالابلكيشن بروجرامينج انترفيس.
زين إذن ما هي إلا تعميم لكلمة interface. وأنت سويت الآن object هنا اسمه employee لو interface اللي هي methods اللي عندنا هذه. في حاجة برضو إضافية في object oriented programming، هذه كلها مفاهيم في object oriented programming. زين إحنا شفنا abstraction, encapsulation, information hiding, interface، كل المفاهيم هذه. في حاجة أيضا إحنا نقول في object oriented programming، نقول إنه الأوبجكت والله لما يعطينا لما نقول إن الأوبجكت يعطينا خدمات أو سيرفيسز. زين سيرفيسز وش المقصود بالسيرفيسز؟ مرة ثانية هي نفسها الانترفيس. زين هي اسمين الحاجة واحدة. فالأوبجكت يعطينا خدمة، مثلا الأوبجكت حق employee يعطينا خدمة السيت والجيت والأشياء هذه. الأوبجكت حق سكانر مثلا يعطينا خدمات مثل مثلا next int، هذه خدمة من خلالها نستطيع أن نقرأ الانتجر، يعطينا next double مثلا وهكذا. هذه الخدمات اللي قدمها لنا الأوبجكت من الأوبجكت من نوع سكانر. الأوبجكت من نوع employee تعطينا الخدمة set id مثلا وهكذا، تعطينا خدمات إضافية. إذن الخدمات هي نفسها public members. زين مرة أخرى public members أو الأعضاء أو methods اللي public عندك في الكلاس. زين سميهم السيرفيسز أو الخدمات أو الانترفيس اللي يعطينا إياها الأوبجكت. أخيرا في الأوبجكت أورينتد يقولك أنه الأوبجكت يستقبل مسجز ويرسل مسجز، فيكون فيه عندنا مسجز أو رسائل، مسجز أو رسائل، طبعا هنا خدمات. زين نفس الشيء، هي مسمى آخر للميثودز، الببليك ميثودز اللي موجودة في الكلاس. فيقول لك إنك لما تقول يقول لك إنه لما تقول e dot set id مثلاً 1000. زين لما تستدعي الميثود هذه، فإنك أن ترسل مسج، ترسل رسالة للأوبجكت e من نوع employee. زين فأنت ترسل رسالة للأوبجكت e من نوع employee. فهنا نقول إنه نرسل رسائل للأوبجكت، نستدعي ميثود الأوبجكت. إذن ممكن أخلي أكتبها مثلا we send a message، send a message. زين هي نفسها مساوية ل call a method. زين على الأوبجكت. ف send a message هي نفسها استدعاء ميثود، call a method أو invoke a method هي نفسها لما نقول e.setid. إذن هذه كلها مفاهيم ممكن تشوفها في الكتب أو في المنتديات، الناس اللي يشرحون الجافا واللغات الأوبجكت أورينتد بشكل عام، كلها مفاهيم متشابهة مع بعضها. أخيرا الحاجة الأخيرة، يمكن طولت الفيديو هذا شوي، لكن الحاجة الأخيرة هي هل يحتاج أننا لما نجي للإنترفيس، لما نجي للأوبجكت، هل مطلوب من الأوبجكت أنه يسوي input output؟ زين هل مطلوب من الأوبجكت أنه يسوي input output؟ زين بمعنى هل الأوبجكت employee هنا الآن لما جينا نقرأ، قرينا محمد هو اللي قرأ واستخدم السيت والجيت حتى يحط البيانات في employee. زين ونفس الشيء لما جاي يطبع هنا، هو نفسه كتب الطباعة برا الأوبجكت، الأوبجكت نفسه ما يطبع ولا يقرأ. لاحظ الكلاس هنا الامبلوي ما تطبع ولا تقرأ. زين توفر لك بس وسيلة انك تحط فيها قيم وتاخذ منها قيم. طيب هل الأوبجكت هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ زين بمعنى هل ممكن ان نجي هنا الامبلوي ونضع ميثود اسمها display؟ هنا نضع ميثود هنا نقول public void display ميثود، ما ترجع شيء ولا تستقبل شيء، بس مهمتها انها تطبع، وبعدين ننسخ الكود هذا اللي عندنا هنا، ننسخه هنا. ونفس الشيء طبعا ما يحتاج ان نقول هنا نقول first name، first name، وهنا نقول last name، وهنا نقول salary، وهنا نقول ID. زين الآن سويت ميثود مهمتها أن تسوي output تطبع، والميثود سويتها جوا الكلاس employee. زين يعني كانوا فهد أو خال، فهد هو اللي سوى الميثود هذه، فمحمد هنا ما يحتاج يكتب الكلام هذا، مجرد أن يقول e.display ويغني عن الكلام الموجود هذا كله. زين طبعا السؤال، هل هذا مسؤولية فهد
أو لا اللي كتب الكلاس؟ هل مسؤولية الانبوت اوتبوت ولا لا؟ صراحة يعني في اختلاف، ممكن أن تكتبها يعني ما في مشكلة. طبعا لاحظ أن الانبوت والاوتبوت لما تيجي تبرمج بشكل عام ما راح يكون فقط طباعة زي ما احنا متعودين عليه هنا، ممكن يكون الانبوت اوتبوت في جرافيكال يوزر انترفيس، ممكن يكون في الجوال مثلا في تاتش، لمس الواجهة باللمس وكذا. فإذا ما هي القضية بسيطة، لكن مثلا أنا أعطيك مثال يعني في الـ 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 في برامج الإنترنت لما تيجي تصمم موقع إنترنت بلغة جافا مثلا أو لغة ثانية، عادة دائما يستخدمون حاجة يسمونها موديل فيو كنترولر. زين، ما يهمني أنا وش معنى الشيء هذا، ممكن تروح ترجع وتشوف وش معنى هذا، تقرأ عنه إضافيا. لكن طريقة تصميم المواقع، طريقة بناء المواقع باستخدام الطريقة هذه Model View Controller، معناها أنك دائما تفصل الـ Input Output اللي هو الـ View، تفصله عن الكلاسات اللي عندك اللي فيها البيزنس اللي أنت تسويه. يعني لما تيجي تسوي كلاس Employee هذا جزء من البيزنس، أنت جالس الحين تسوي كلاس تضبط البيزنس حق الشركة. زين، المفروض أنك تفصل الفيو كيف العرض بالـ HTML والموقع عن الكلاس نفسها. إذن الـ Input والOutput هنا ينصح أنه يفصل عن الكلاس نفسه، يكون في كلاسات ثانية زي ما سوى هنا محمد وفهد، بحيث أنه محمد هنا يعني لو شلنا display هنا وقلنا أنه والله محمد راح يسوي الشيء هذا، يستخدم الجيت من فهد وهو نفسه يطبع هنا. فتخيل أنه محمد لما يكون يصمم موقع إنترنت راح يضع هنا HTML وعشان يطلع لنا ويب بيج للبرنامج. أرجو أن يكون هذا الشيء واضح. الدرس هذا مليان يعني بمجموعة مفاهيم، كلها مفاهيم سهلة، يمني أنك بس لما تقرأها لما تسمع عنها تكون ما تكون غامضة عنك. ممكن تعيد الدرس هذا مرتين ثلاث بس عشان تذكر المفاهيم هذه: interface, abstraction, information hiding, encapsulation, messages, sending, receiving messages, إرسال واستقبال الرسائل, interface, الواجهة حقت ال شو اسمه حقت الأوبجكت تقريبا، وهذه ال وكذلك services أو الخدمات اللي يقدمها الأوبجكت، كلها معاني يعني شرحناها وإن شاء الله تكون واضحة. وننتقل إن شاء الله في الدروس القادمة إلى مزيد من التفاصيل حول الميثودز وكيفية عمل الميثودز في الأوبجكت. شكراً.